لن يعرفك أيها الفارس. أجل، لقد شاركتنا الغارة على بني غرام. من تكون؟ عروة؟ وأنت من تكون؟ عنترته يا سيدي. نعم، العبد لفارس الشاعر. أنت هو إذن؟ أخبرتني زوجي بما فعلوه بك. قل لي يا عنتر، أحقا أنت كما يصفون؟ لا أعلم أي وصف تعني. إنك لكذلك. ما الذي يبقيك بينهم؟ لماذا تبقى في خدمتهم مدام لا يقدرونك حق قدرك؟ فأين أذهب؟ البادية واسعة، تستطيع أن تختار لنفسك مكانا فيها. أينما ذهبت سأبقى عبدا. وما الفرق؟ تستطيع أن تكون رجلا مع أنك عبد. وبما يعرف الرجال يا سيدي؟ بأفعالهم. إن أحسنوا ذكر عنهم الخير، وإن أساءوا ذكر عنهم الشر. أيا يكن ما أحسن يا سيدي، سينساه الناس لو أسأت لمرة واحدة، لأنني عبد، والعبد لا تقبل منه الإساءة كما لا يعترف بإحسانه. ثم إن الرجال لا يعرفون بأفعالهم، لا بل بأنسابهم أيضا. أحسب أني لن أكون إلا عنترة عبد شداد، لا عنترة ابن شداد.